يشتكي فلاحو مولو منطقة العطف وعصيلة بريف بلدية الإدريسية في ولاية الجلفة من انعدام الكهرباء الفلاحية لسنوات طويلة في ظل العزلة التامة وغياب ضروريات الحياة، خاصة أنهم يعتمدون في حياتهم على الفلاحة وتربية المواشي. التفاصيل في هذا التقرير لمراسلنا زكريا مدح. هي مشاكل بالجملة لا يزال يعيشها سكان منطقة العطف وعسيلة التابعة لبلدية الإدريسية في الجلفة، والتي حالت دون خدمة أراضيهم ومواشيهم. هذا الوضع دفع بالفلاحين والموالين لاستعمال وسائل بدائية في ظل الخسائر التي يتلقونها. رانا نربو في القلم هذه والماء قابلنا والتريسيتي ما عدناش، ونهار نسقولها ونهار ظل القواب والكاميو كل يوم حاصلين فيه فاسد، والله غالب علينا هذا الحاضر اليوم. المنطقة هذه رعوية فيها تربية المواشي، هاو الجلف هاو الخدام كان يخدم فيه كان ليه، قال لك ما نخدموش، كنا دايرين 3 ملايين للشهر، قال لك ما نخدمش إذا ما تديرليش السكنة وإذا ما تكونش كاينة الكهرباء ما نخدمش، أو راح الخدام وخلاه. هلكنا مازوت، الموتورات ما نهار ينوضوا نهار ما ينوضوش، مربين المواشي ما باقيين نخدموا، ما لقينا باه نخدموا، طالبين من الدولة تعطينا تريسيتي كهرباء مش بعيدة من واحد 3 كيلو. استعمال الطاقة المتجددة وجفاف الآبار هاجس يصاحب هؤلاء الموالين رغم النداءات المتكررة من أجل تحسين وضعهم المعيشي. اليوم الفلاحة رانا نعانوا، أنا راني مستثمر هنا حفرت 2 فراج، واحد راح تبلع نظرا لأن الطبقة الجوفية رملية تتطلب استعمال دوري، استعملنا المولدات الكهربائية لمدة طويلة وما نجحوناش، واليوم التجأنا للطاقة المتجددة. العبارة هنا قارس 500 شجرة زيتون ماتت، كاينة 200 شجرة كرم ماتت، الماء حافر 108 طالع الماء على 8 متر، الموتور يوميا راني كل يوم نخدم فيه. اليوم نطلبوا من سلطات الدولة توقف معانا ويعطونا الضوء، ما أنا ضد لا الشعب لا الدولة، رانا ضد التريسيتي. وفي انتظار تحرك الوصاية تبقى مثل هذه الأراضي الفلاحية وكذا شعبة تربية الماشية بالجلفة مهددة بالزوال، وكل الظروف تسمح لها بذلك.